الحمد لله وصف ثالث. طلبت من عندي شيء بسيط على البوزيشنينج، تأثير البوزيشنينج ويا التحضير لما نسوي البيشنت بوزيشنينج، شنو أنواعها وشنو المشكلة مالتها. راح أختصر لكم إياها بشكل يعني أكثر من الثاني. البوزيشنينج أصلا إحنا ليش نسويه؟ على مود to make surgical field more clear، نخلي surgical field المكان حيشتغلون به more clear المنطقة to the surgeon. نسيت هاي to the surgeon للجراح. زين، هاي أول شغلة حتى يكون ياخذ راحته، يشوف البليدر وين، يشوف المكان وشون دا يشتغل بالمكان. العوامل اللي راح تأثر عليه هنا اللي هي منية جرافيتي، أهم نقطة هي الجرافيتي الجاذبية. زين، راح تودي الأحشاء راح بالمكان، يعني هسه هاي نازل لجوا الجسم المريض، كل شيء راح يروح اللي هنا. زين، بلاد بودي اورجانز كل شيء. زين، بالعكس صاعد لفوق هماتين نفس الشيء. هسه راح اشوف البوزيشنز تفهموها. اول نقطه اذن الجرافيتي. النقطه الثانيه هي شنو؟ البريشر افكت. البريشر افكت يعني الضغط، وين شنو المكان اللي اكثر شيء مضغوط عليه من الجسم الانسان، سواء كان اوف بودي بارتس، سواء كان سوفت تيشو يعني ميوكاس ممبرين، العين، الايز، التانك، اللسان، كلها هاي راح تتاثر. زين، او حتى اللارنكس. هسه راح شوفوا شلون هاي السوفت تيشوز بريشر يصير عليها، او يصير بريشر على السكن وعلى البودي اورجانز وعلى النيرف الاعصاب وعلى البونز، يعني البروميننس مالتها العضلات العظام الظاهره من عندها، ماكو ما تفاصيل مثلا يسموهم بون بروميننس اللي ظاهره، يعني بون بروميننس. اوكي، شنو التأثير مالت البريشر على هاي الأمور هاي كلها، سوفت تيشو، سكين، أورغان، نيرف، بون، كلها تأثيرها. أهم شيء هنا بالنسبة للذني سكين وأورغانز ونيرفز وبونز راح يصير إسكيميا، راح يأثر يؤدي إلى إسكيميا، عملية طويلة كلش، خصوصا عمليات جراحة شو اسمه الجملة العصبية. زين، تكون العمليات كلش طويلة، فاللي راح يصير هو انه يصير اسكيميا، ضغط على المكان. شنو ضغط على المكان؟ من ينضغط راح الدم ما يوصل بشكل كامل. بالنسبة للابدومينال اورجانز يعني كبد، الكلى، اكثر هنا شغلات تتأثر، هسه راح تفتهموها شنو. بالنسبة للبودي اورجانز تصير لها اسكيميا بسبب عاملين، العامل الاول هو عامل البريشر. زين، والعامل الثاني هو عامل قلة البلد سبلاي، ديكريز البلد سبلاي، اللي أثر عليها منو؟ الجرافيتي. يعني مثلاً أبسط لكم إياها بس إحنا راح نشرحها هسه. مثلاً هسه هذا نايم على بطن المريض، زين، الكدني هنا ما صاير عليها بريشر إفكت، إيش صاير عليها؟ بلد سبلاي كله رايح هنا، الجاذبية كله رايح لهنا، فبالتالي راح يقل الدم فوق. هاي يعني إذا مريض تعبان، خصوصاً مريض ضعيف أكثر من مرة بسوي عملية، عنده مشاكل، راح يصير عنده إسكيميا، قلة البلد سبلاي تأثر عليه. أوكي، أو إنه ينضغط عليه، مثلا نايم على ظهره، مثلا على رأس الرأس، أو مثلا هو ماتين بعد نايم على بطنه، الليفر ينضغط عليه من جهة الثدي، راح يصير به إسكيميا بسبب البراجر. هسا قلنا الجرافيتي وبراجر إفكت، وبراجر إفكت على سكين وأورغان ونيرف وبون كلها تتأثر بالإسكيميا، وطبعاً مثلاً المفاصل يصير بيها ديسلوكيشن، البون يصير بيه ممكن فراكتشر. زين، وعندك السوفت تيشو، قلنا السوفت تيشو ايش راح تتأثر؟ العين يصير بيها يقل بيها الدم، هم يصير إسكيميا. التانك مو إسكيميا يصير بيه، التانك يصير بيه سوالينج يورم، الميوكاس ممبرين سوالينج من ضمنها اللارنكس كله ميوكاس ممبرين، وهكذا. زين، هاي أول نقطة، أول شيء الجرافيتي. ثاني شيء، هاي أول شيء. ثاني شيء قلنا البريشر افكت. ثالث شيء الاندوتريكال تيوب. شو يصير الاندوتريكال تيوب؟ راح يصير بي الديسكونكشن، ينفصل، يجوز بس نغير حركه المريض ينفصل، او سلوبينج يعني يفلت، يطب لجوه زايد، يعني يروح للرايت سايد مثلا، او يفلت اذا ان تحريك ويروح للتراكيا، عفوا للاسوفيجس. فهاي يا اما سلوبينج، هاي دبل بي طبعا، يا اما سلوبينج يا اما ديسكونكشن. زائدا كلها هاي هالعوامل هاي اللي مأثرت لنا وياها راح تجيك الفيزيولوجيكال تشينجز اللي تصير ويا التخدير العام.